ورحمة الله. استغفر الله العظيم والتواب الرحيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم تقبل. حرما يا غالي. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم والتواب الرحيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. أبو خليفة راح للحارة؟ معلومات مش مؤكدة سيادتك. أصل لو كان راح له كان أكيد حد من رجالتنا شافه وجه بلغنا. ما تنساش اللي إحنا حاطين على محفوظ مراقبة 24 ساعة في ال 24 ساعة. أمال شافوا إزاي؟ ممكن تكون تهيؤات. يعني لو محفوظ كان صادق معانا في التحقيقات وفعلا هرب من عندهم أكيد هيبعتوا حد وراه عشان يتخلصوا منه. ده لو كان صادق أصلا. إحنا اتفقنا سيادتك إن كلها احتمالات. أنا مش فاهم لحد إمتى هنفضل ماشيين ورا نظرية الاحتمالات بتاعتك دي. الوقت بيعدي يا شاكر. هنفضل مراقبين محفوظ عشان نوصل لأبو خليفة. كل ثانية بتعدي فيها خطر يا أخي. يعني ممكن ينفذ أي عملية تانية. يا فندم يا فندم عشان ينفذ عملية ما بين العملية الأولانية والعملية التانية بياخدوا فترة راحة. الفترة دي إحنا هنستخدمها ونعمل اللي علينا. تعمل عليك إزاي؟ إذا كنت أنت مركز كل اهتمامك على محفوظ عشان يوصلك لأبو خليفة. اتكلم يا كريم. لقينا طرف خيط الست اللواء. مصدر المتفجرات اللي اتعمل بيها قنبلة وسط البلد. صلي على اللي هيشفع فيك يوم القيامة. عليه أفضل صلاة وسلام يا سيدي. بقولها لك تاني. طلعني من دماغك يا نصر. انا لا رايح ولا جاي. يا محفوظ يا محفوظ ما تجننيش. دي مصر كلها هتبقى موجوده في السحور ده. حلال عليك مصر يا عم نصر. طب يا غالي انت مش برضو لازم تكمل المشوار اللي انت ابتديته؟ ها وهنروح ونتفرج، هنشوف وشوش جديده، هنشوف ناس جديده، يعني نفك عن نفسنا شويه. انا اللي مش قادر افهمه لغايه دلوقتي ان انت اللي جاي لي بالدعوه دي. انت يا نصر انت مين؟ انت مع مين وضد مين؟ انت ايه بالظبط يا نصر؟ احنا كلنا ايد واحده والمصالح منفذه على بعضها. صحيح انا مش عضو في الحزب ولا يسرية التاجي بتساعدني ولا بتصرف عليا، لكن لو يسرية عزمتني وانا رحت هبقى راجل وسطي وهي هتبقى ست متفتحه على جميع الطيارات. وانا بقى لما اروح هبقى الاكل على كل الموائد؟ لا انت اللي بيتقال عليك كتير، ما تقلقش. بعدين يا اخي يعني انت اللي ملاقي حكيتك، هما اللي عازمينك. بلاش يا نصر، ورحمه ابوك يا شيخ ان كان عايش ولا ميت، ما تلحش عليا اكتر من كده يا نصر. طب انت تعرف ان شوقي ابو الغار هيبقى موجود هناك؟ ايه ده؟ شوقي هيبقى موجود هناك؟ اه هيبقى موجود هناك، هو وغيره وناس تانية كتير قوي من الصفوة. وانت لازم تظهر في حاجات زي كده يا محفوظ يا جدع. انت محدش يفوت الفرصة دي على نفسه أبدا. بلاش بلاش يا نصر بلاش. أنا يعني كده فرصة تانية يا نصر، فرصة تانية. طب أقول لك إيه بقى يا محفوظ؟ تقول إيه؟ أنا سبق جيت وحذرتك قبل كده وأنت ما سمعتش الكلام، وكنت هتروح في أبو نكلة أنت وابنك. إنه بدل أنا جاي أحذرك تاني، لو ما سمعتش الكلام أنت حر. إيه ده؟ انت بتهددني بابو خليفه يا نصر؟ يا اخي يا اخي لو ما بتفكرش في نفسك طيب فكر في ابنك. شفت بقى انا محفوظ اخوك ما مسكش ازاي؟ قلت لك بدله يا اخي يا يافا. امسك يا غالي غير بس محفوظ. خش
اقف كده قاعد لنفسك. تمام يا فندم. تمام يا عزيز. واحد مشتبه فيهم دول يا فندم هو مصدر متفجرات، كلهم بيتاجروا في البارود بطريقه شرعيه، في نفس الوقت كل واحد فيهم عنده سابقه او اكتر في مجال الاسلحه المتهربه. يا كريم شافوا صورة أبو خليفة خلصني. تعرفوا؟ محدش فن نتعرف عليه لحد دلوقتي، لكن احنا هنفضل وراهم لحد ما نوصل حاجة. احنا ورانا ايه؟ أكيد واحد هينهار في الآخر وهيعترف بالحقيقة. برافو يا كريم، برافو. يبقى تابعني. ها تمام يا فندم، تحت امرك. خدهم يا ابو عزيز. يلا يلا تعالى. مش هتيجي تقفي معايا تسلمي على الناس؟ ليه؟